نبدأ هذه الحلقة برسالة السائل فهد من المدينة النبوية، يقول: أبعث لكم هذه الاستفسارات وأرجو الإجابة عليها. أولا، في سؤالي الأول أسأل عن معنى كلمة التوحيد وما هي شروطها، وكيف يكون المسلم معتقدا لمعناها دون التعرض للاختبار والامتحان؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد، إن كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، ومعناها لا معبود بحق إلا الله، هي تشتمل على نفي وإثبات. النفي في قوله لا إله، وهذا فيه إبطال لجميع ما يعبد من دون الله عز وجل، وإثبات في قوله إلا الله، وهذا فيه إثبات العبادة لله وحده، لأن العبادة حق لله لا يشاركه فيه أحد، كما قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. وهي حق الله، توحيد والعبادة حق الله جل وعلا على عباده، كما قال صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله عنه: إن حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا، الآية، ذكر حقه في أول الحقوق. هذا معناها، ومقتضاها أن العبد يفرد الله بالعبادة. إذا عرف معناها، إذا نطق بها وعرف معناها، فإنه يجب عليه العمل بمقتضاها ومدلولها، وهو أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. فإن عبد غير الله ودعا غير الله، فإنه يكون مناقضا للا إله إلا الله، ومبطلا لها، ومفسدا لمعنى هذه الكلمة، ولا تنفعه مع الشرك. لا بد أن يعمل بمقتضاها، وأن يخلص الدين والعبادة والعمل لله عز وجل، ويكون عمله على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس فيه بدع ولا محدثات ولا خرافات. يعبد الله عز وجل بما شرعه الله، لا بما تمليه عليه شهوته أو هواه، أو ما يفعله الناس بدون دليل وبدون مستند من كتاب الله، سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم.